على بركة الله وتوفيق مشاهدين الكرام، التواصل يستمر والتحديات تستمر. ينطلق في هذه اللحظات الشوط الرابع في المجموع للقعدان المهجلات الأصايل. نتمنى التوفيق لجميع الأسماء ولجميع الشعارات الحاضرة. نبدأ ونبحر مع البداية مع متوكل للدكتور سعيد بن سالم بن علي الشيخ. من يبدأ مع البداية؟ النقلة مع ثاني الأسماء، مع ثاني التحديات. أشقر لمتعب بن حمد بن متعب العامري قادم في ثاني الأسماء، وثالث الأسماء مياس مغير بن سالم بن حارب العميمي في ثالث الأسماء، ورابع الأسماء الفايز المبارك بن عبد الله بن حرزي الشامسي حاضر في رابع الأسماء وخامس التحديات. شوف الحضور وشوف القدوم من الرقم 15 الغزال أحمد بن ناصر بن دقاش العامري حاضر في خامس الأسماء وسادس التحديات. وصل فرهود لناصر بن فايل بن نحوف الغيلاني، وصل الغيلاني وخذ المركز السادس وسابع التحديات. شوف الحضور في السادس في سابع التحديات. مجد لسلطان بالضاحب السلطان الحميري وثامن المراكز. مشاكل لمبارك بن سعيد بن مبارك بن عايد الاكتبي بن عايد قادم مع مشاكل في ثامن التحديات وتاسع المراكز. الوصول من مهدي لأحمد بن سعيد بن منانة الاكتبي وعاشر المراكز. الرقم 22 نجدة لعيضة بن صالح بن عايض بن سالم قادم. هكذا هي النتيجة لهذه الأسماء ولهذه الشعارات أول أشواط القعدان المهجنات الأصايل والشوط الرابع في مجموع هذه الأشواط. الله يا أشقر 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 مع بن متعب بن حمد المتعب العامري ينطلق مع أشقر في الصدارة الأولى في المركز الأول. الله يا أبو حمد ينطلق مع أشقر أشقر في البداية متعب بن حمد المتعب العامري. وشوف الدكتور سعيد بن سالم بن علي الشيخ حاضر مع متوكل في ثاني الأسماء ومياس على الرقم واحد ويبحث عن مدرج رقم واحد مغير بن سالم بن حارب العميمي حاضر في ثاني في ثالث الأسماء ورابع الأسماء مع قادم الغزال لأحمد بن ناصر بن دقاش العامري مع الغزال وخامس التحديات. مهدي ما في حدوية بن منانة أحمد بن سعيد بن منانة الاكتبي قادم في خامس التحديات وسادس الأسماء. الفايز لمبارك بن عبد الله بالحرزي الشامسي بالحرزي قادم وحاضر مع الفايز يبحث عن الفوز وعن الانتصار وسابع المراكز. الوصول من الرقم 6 فرحود مع الغيلاني ناصر بن فايل بن نعوف الغيلاني في سابع المراكز وثامن المراكز. وصل نجدة لعيضة بن صالح بن عايض من سالم حاضر في سابع المراكز وثامن المراكز. ملفت للشيخ حيان بن محمد بن ركاض العامري وتوزع المراكز. مشاكل لمبارك بن سعيد بن مبارك بن عايد الاكتبي وعاشر المراكز. مذخور لمحمد بن عبيد بن عفصان المنصوري. نداءنا الثاني لهذه
الأسماء لحاد النجوم المنطلقة، ولكن عودة مع بن متعب لا زال يقود هذه الأسماء هذه الشعارات مع أشقر 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 متعب بن حمد بن متعب العامري ممثل سهاد ينطلق في البداية. وصل القزال أحمد بن ناصر بن دقاش العامري، الله الله وصلت الأسماء، وصل مهدي أحمد بن سعيد بن منانة، والقادم والواصل ملفت للشيخ نحيان بن محمد بن ركاض العامري، وبن عايد مع مشاكل يبغي يسبب المشاكل لمبارك بن سعيد بن مبارك الاكتبي، الله الله يا هذا التحدي يا هذا الانطلاق يا هذا النزاع لا يحت الى 1200 يا مضمرين يا مراقبين، ولكن وين اشقر 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 ينطلق بالصدارة متعب بن حمد بن متعب العامري، الله يا بن متعب يبغي يتعب المشاركين، وصل لا يحت الكيلومتر الاخير الكيلو الخطير يا متابعين، والواصل القزال احمد بن ناصر بن دقاش العامري، ومهدي مع بن منانه احمد بن سعيد بن منانه الاكتبي، وصل نجده عيضه بن صالح بن عايض بن سالم قادم، ولكن بسم الله تبارك الرحمن يا هذا التحرك يا هذا الانطلاق بن متعب وبن دقاش وبن منونة، الله الله معركة قوية بين الأسماء، القزال ينطلق بالصدارة ينطلق في البداية، وصل مهدي وصل صيف الرمز في العام الماضي مع بن منونة احمد بن سعيد بن منونة الاكتبي، مهدي تجاوز على البداية بدأ ينطلق بالصدارة، وعاد اشقر في ثالث الاسماء، والقادم معوض عبد الله بن هلال بن غريب الجنيبي، ولكن بن منونة ينطلق بالصدارة مع مهدي احمد بن سعيد بن منونة الاكتبي، سلام زعبير سلام والمحاولات من معوض، ولكن مهدي ومعوض معوض معوض في الامتار الاخيره مع القنيبي عبد الله بن هلال بن قريب القنيبي، يفاجئنا بمعوض في الامتار الاخيره، وثاني الاسماء شعار احمد بن سليمان الاكتبي مع مهدي، وثالث الاسماء متعب بن حمد متعب العامري، ورابع الاسماء مشاكل مبارك بن سعيد بن عايد الاكتبي، وخامس الاسماء مع لجنة الخط في خامس الأسماء. رابع الأسماء شعار بن دقاش ناصر بن عبيد بن دقاش العامري، وخامس الأسماء مشاكل مبارك بن سعيد بن عايد الاكتبي، يتحطم التوقيت 7:53 يتحطم التوقيت تحت أقدام عوض لعبد الله بن هلال بن قريب القنيبي في الأمتار الأخيرة، السلام يا القنيبي، السلام.